من الطرابوزات التطبيقية بالولايات المتحدة. وكان صعبا علي اختصار سيرة الكتاب الرائع من الخيمة إلى البرلمان، مسيرة حياة مدرسة الإذاعة والتلفزيون، مسيرة برامج، فأستاذة مكونة. محمد شوط ممثل طبعا وزارة الاتصال. بتوجيهات من سيد رئيس الجمهورية، عرفت الجائزة هذه السنة بعض التحسينات باعتماد ثلاث موضوعات بدل موضوع واحد مثل ما كان معتاد في فترة سابقة. هذه الموضوعات هي الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي، الجزائر الجديدة تمكين الطاقات الشبانية والقدرات الإبداعية، الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية. كذلك عرفت الجائزة هذه السنة زيادة في الاهتمام بفئة الصورة، حيث تم تثمين قيمة الجائزة لتصبح في نفس مستوى الجوائز الأخرى، وهي كما تعلمون فئة الصحافة المطبوعة، فئة الصحافة الإلكترونية، فئة الإعلام الإذاعي، وفئة الإعلام التلفزيوني. وبتوجيهات من سيد رئيس الجمهورية أيضا، ستشهد احتفالية هذه السنة إطلاق ندوة فكرية وورشات إعلامية ينشطها أساتذة أكاديميون وإعلاميون وطلبة جامعيون، لا سيما طلبة الدكتوراه.